بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. بسم الله الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم، فاستيقظت أمة من بحر غفلتها وآخرون من النور العظيم عمي، ومورد أبهج الأكوان طلعته ونوره أخرج الدنيا من الظلم. كم من ملوك تواروا بعد مطلعه، شمس تخفي الأضواء في النجوم، تخفي الأضواء في النجوم، بلى بفقد أبيه قبل مولده، فلم يذق لذة التدليل والنعم، فلم يذق لذة التدليل والنعم، صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، الآن يا أخواننا المحترمين، قلنا لفركتوز 6 فوسفيت عن طريق الفوسفو إفراكتو كينيز يتحول إلى فركتوز 1,6 بيس فوسفيت. الفوسفو إفراكتو كينيز بسموه فوسفو إفراكتو كينيز 1. هل في فوسفو إفراكتو كينيز 2؟ بس مش هلقيت. هذه الخطوة بسموها ريت ليميتينج ستيب، the most important regulatory step. The rate limiting step أو regulatory step أو control step أو the most important point step للcontrolling. هذه الخطوة irreversible. الدلتا جي عبارة عن negative. الدلتا جي high negative. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن الفراكتوز 1,6 بس فاسفيت، الفراكتوز 1,6 بس فاسفيت بدي أقصها إلى مركبين. طبعا الفراكتوز يحتوي على يحتوي على 6 ذرات كربون، ذرة ذرتين ثلاثة 1 2 3، إذا 6 ذرات كربون. فأنت لما بدك تقصها من النص، بدك تقصها من هان، حتقصها عن طريق الألدوليز. فالألدوليز بيقص الفركتوز 1,6 بسفاسفيت إلى مركبين كلاهما يحتويان على 3 مجموعات فاسفيت. المركب الأول بسميه داي هيدروكسي أسيتون فاسفيت، المركب الثاني بسميه جليسرال ديهايد إتري فاسفيت. الداي هيدروكسي أسيتون هو أبسط كيتون شوجر، صح؟ الداي هيدروكسي أسيتون عليه مجموعة فاسفيت فسموه داي هيدروكسي أسيتون فاسفيت. الجليسرالديهايد هو أبسط مركب الديهايد شوغر، عليه مجموعة فاسفيت في الكربونة الثالثة فسموه جليسرالديهايد إتري فاسفيت. إذن الألدوليز رح يقص الفركتوز 1,6 بس فاسفيت إلى الداي هيدروكسي أسيتون فاسفيت and جليسرالديهايد إتري فاسفيت. داي هيدروكسي أسيتون فاسفيت بسموه دهب. تمام، الدا داي والاتش هيدروكسي والاي أسيتون والبي فاسفيت. تمام، الآن الداي هيدروكسي أسيتون فاسفيت بيقدر يتحول إلى الجليسرال ديهايد إتري فاسفيت عن طريق إنزيم الأيزوميريز. إذن الذهب بيقدر يتحول الى جي 3 بي الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت عن طريق الايزوميريز، عن طريق ايش؟ الايزوميريز. الان الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ممكن يصير له يا اخواننا ريدكشن، اختزال، يتحول الى جليسرول 3 فوسفيت. الجليسرول 3 فوسفيت هي بتستخدم في صناعة التاج، يعني التاج اللي هي تراي جليسرايد، أي في صناعة الدهون. أعيد، الذهب الداي هيدروكسي أسيتون فاسفيت إذا صار إله ريدكشن هيعطيني جليسرول تري فاسفيت. الجليسرول تري فاسفيت بدخل في صناعة التراي جليسرايد. تمام. إذن يلي بده يقص الألدوليز، طيب لو أنا في عندي داي هيدروكسي أسيتون فاسفيت والجليسرال ديهايد تري فاسفيت، هل الألدوليز بيقدر يجمعهم تجذر ويعطيني فركتوز 1,6 بس فاسفيت؟ بيقدر.
فالتفاعل ريفيرسابل، واحنا قلنا اي تفاعل ريفيرسابل هو تفاعل لا ما بيعمل عمليه ريجوليشن وكنترول للجلايكولايسز، اي تفاعل لا يتحكم ولا ينظم الجلايكولايسز. ليش سميته الدوليز؟ ايز يعني انزيم والدو يعني بيقص. ليش سميته الدوليز؟ مع انه انا في عندي هنا مجموعه كيتون، اقول لكم عشان لما يقص هذا الانزيم، لما يقص من النص بيعطيني الديهايد، بينتج الديهايد. هل هان كان موجود الديهايد؟ لا، لكن لما صار عملية القص تم صناعة مجموعة الديهايد، عشان كده سميت الانزيم الدوليز من الالديهايد. الان فركتوز 1.6 بيسفوسفيت بنكسر بإنزيم الألدوليز to form إتريوز، يعني سكر ثلاثي ذرات الكربون، إتريوز فاسفيت يعني يحتوي على مجموعة فاسفيت اللي هو الجليسرالديهايد تري فاسفيت and الدايهيدروكس أسيتون فاسفيت. الآن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، تمام. واحد جلوكوز حيعطيني اثنين من الجليسرالديهايد تري فاسفيت، واحد جلوكوز حيعطيني اثنين من الجليسرال ديهايد تري فاسفيت، عشان الداي هيدروكسي اسيتون فاسفيت بيتحول بالايزوميريز الى جليسرال ديهايد تري فاسفيت. الان الداي هيدروكسي اسيتون فاسفيت بيتحول الى جليسرال ديهايد تري فاسفيت عن طريق الايزوميريز. بس ايش قال؟ اتريوز فاسفيت، اتريوز يعني سكر ثلاثي، فاسفيت يحتوي على فاسفيت جروب، سموه اتريوز فاسفيت ايزوميريز، المهم بالايزوميريز، تمام تمام. والتفاعل ريفيرسابل، ايش يعني ريفيرسابل؟ يعني لا يدخل في الريجوليشن والكنترول تبعت الجلايكولايسيز. يا اخواننا كل تفاعل ريفيرسابل لا يدخل في الريجوليشن والكنترول تبع الجلايكولايسيز، يعني ما بدخل في تحكم الجلايكولايسيز. يعني لما انا بدي اعمل ريجوليشن للجلايكولايسيز، متى ارفع التحلل الجلايكولي ومتى اقلل التحلل الجلايكولي، متى ازود التحلل الجلايكولي ومتى انقص التحلل الجلايكولي، بشتغل على الانزيمات الريفيرسابل. لغايه الان اخذنا انزيمين، الانزيم الاول الهيكسوكاينيز عباره عن ريفيرسابل، الانزيم الثاني الفوسفوفراكتوكاينيز واحد عباره عن ريفيرسابل. فانا لما اتحكم في هذول الانزيمين بقدر اتحكم في عمليه التحلل الجلايكولي. الان الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت از ايزوميرايزد باي انزيم تريوز فوسفيت ايزوميريز، يتحول الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت. عشان كده اثنين من الجليسرالديهايد 3 فوسفيت ناتجين عن واحد مول من الجلوكوز، فاثنين مول من الجليسرالديهايد 3 فوسفيت ناتج عن واحد مول من الجلوكوز، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين، الجليسرالديهايد 3 فوسفيت هيو هاد راح يصير له اكسده، راح يصير له ايش؟ اكسده. كيف؟ انا في عندي جليسرال ديهايد 3 فوسفيت، يعني جي 3 بي جليسرال ديهايد 3 فوسفيت راح يصير له اكسده، عشان بيكون قباله ناد بوزيتيف، يعني راح اخذ من الجليسرالديهايد 3 فوسفيت اتش واحطه في الناد بوزيتيف، فالناد بوزيتيف حتصير ناد بلس، حتصير اسف ناد اتش، الناد بوزيتيف حتصير ايش؟ ناد اتشز. اذا الناد بوزيتيف حتصير ناد اتشز، فالناد بوزيتيف حيصير لها اختزال ريدكشن الى ناد اتشز. اما الجليسرالديهايد 3 فوسفيت حيصير له اكسده الى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الى فوسفوجليسريت. يا اخواننا بعديها طبعا ايش؟ انه هذه الاتش هاي شلتها وحطيت الناد اتش، هلقيت الاتش، وهنا في عندي الاتش 2 او، الاتش 2 او عباره عن اتش او اتش،
ال H2O عبارة عن H وإيش؟ و OH. ال OH أجت محل ال H هذه فصار فوسفوغليسريت، تمام؟ وال H الزيادة هي طلعت، والناد H هيها ناد H، تمام؟ الفوسفوغليسريت حطت لها مجموعة فصفيت فصار 1-3 بس فوسفوغليسريت. أعيد الجليسرول دهايدتري فوسفيت راح يصير له أوكسيدايد أكسدة باي الناد بوزيتيف. الناد بوزيتيف عامل مؤكسد، يعني راح تخلي الجليسرول دهايدتري فوسفيت يتأكسد، تمام؟ and بعد كده لما يتأكسد الجليسرول دهايدتري فوسفيت راح يتفاعل مع مجموعة فوسفيت بسميها إنورجانيك فوسفيت. أعيد، هاي الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت ايش يعني راح يتاكسد؟ يعني مجموعه الالديهايد راح تتحول الى مجموعه كربوكسيليك، يعني من الديهايد راح يصير كربوكسيليك اسيد. لما كان اسمه الديهايد كان جليسرال ديهايد 3 فوسفيت، لما صار اسمه كربوكسيليك صار اسمه فوسفوغليسريت. فوسفو جليسريت، جليسريت 8 يعني اسيد، او فوسفوغليسريك اسيد، تمام؟ الان هذا الاسيد، صار له اوكسيديشن، لم بيتفاعل مع انورجانيك فوسفيت عشان يعطيني 1-3 بس فوسفو. يعني تنتين من الفوسفيت وين؟ في 1-3 بس فوسفو جليسريت. تمام، جليسريت. لما انا اقول لكم جليسريت يعني كربوكسيليك اسيد، الايت هذه يعني كربوكسيليك اسيد، تمام؟ وراح ينتج عندي ناد اتش و اتش بلس، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شايفين هذه الرابطه، اللي بتوين الكربوكسيليك، اللي بتوين سي دبل بوند او وهذه والفوسفيت جروب، هذه الرابطه عباره عن الهاي انرجي بوند، يعني رابطه تحتوي على طاقه عاليه جدا. طيب هاي انرجي بوند يعني كان بي بروكن ايزي، يعني بتقدر تقص هذه الرابطه بشكل سهل وتحصل على طاقه. اعيد، هذه الرابطه تحتوي على طاقه عاليه جدا، فانت بتقدر تقصها ايزي بروكن وتحصل على ماذا؟ وتحصل على طاقه عاليه، تمام؟ اذا الهاي انرجي فوسفيت جروب وين موجوده؟ في الكربون واحد، تحتوي على هاي انرجي، هاي فري انرجي بروديوسد باي اوكسيديشن. من طبعا من وين هذه الهاي انرجي بوند؟ كيف تكونت؟ من عمليه الاوكسيديشن، اي عمليه الاكسده، تمام. The energy of this high energy phosphate bond derive بتعمل synthesis of ATP in the next reaction. شايفين هذه الطاقة بكسرها عشان أصنع ATP، إيش ATP؟ إذن هلقيتي الإنزيم اللي مسؤول، يعني هدول الإنزيمين مع بعض بجمعوهن في إنزيم واحد الجليسرال ديهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. يا اخوانا دي هيدروجينيز، لما تشوف انت دي هيدروجينيز يعني اكسده، اكسده لمين؟ للجليسرال ديهايد 3 فوسفيت. اعيد، دي هيدروجينيز يعني اكسده لمين؟ للجليسرال ديهايد 3 فوسفيت، يعني اللي راح يعمل لي اكسده للجليسرال ديهايد 3 فوسفيت جليسرال ديهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، تمام؟ الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هلقيتي انا هان بحتاج الى ناد بوزيتيف، طب انا من وين بدي اجيب الناد بوزيتيف؟ من وين بجيبها؟ من مكانين. المكان الاول، شايفين الناد اتش هادي؟ الناد اتش هادي لما تروح على كريبس سايكل، راح تخسر الالكترونات العالية الطاقة وتتحول من ناد اتش، مش كريبس سايكل، لما تروح على سلسلة نقل الالكترون، الى ناد بوزيتيف، تتحول الى ناد بوزيتيف.
لما الناد اتشز تروح على سلسلة نقل الإلكترون، الناد اتش تحتوي على إلكترونات عالية الطاقة، فأنا بضع هذه الإلكترونات عالية الطاقة في سلسلة نقل الإلكترون وبحصل على ناد بوزيتيف وATP وA طبعا 3 ATP وبحصل على ناد بوزيتيف، فهيني قدرت أجيب ناد بوزيتيف. الطريق الثاني، الطريق إيش الثاني الآن؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز، عن طريق إيش اللاكتيت دي هيدروجينيز. إذن لما بدي أحول البايروفيت إلى لاكتيت بإنزيم اللاكتيت دي هيدروجينيز، كيف؟ هلقيتي أنا بيكون عندي يا أخواننا بايروفيت زائد أن ناد أتش، ناد أتش حيكون الناتج لاكتيت زائد ناد بوزيتيف، ناد بوزيتيف. فالأتش هذه راح تروح للبايروفيت، راح تروح وين؟ للبايروفيت، تمام؟ الآن أعيد، لما البايروفيت يتحول إلى لاكتيت راح يحول لي الناد أتش إلى ناد بوزيتيف، تمام؟ وهذا التفاعل ريفيرسابل. ما علينا، الإنزيم اللي راح يحول البايروفيت إلى لاكتيت اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز. وين بحدث هذا؟ هيت يا إخوانا خلايا الريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء، تحتوي على ميتوكندريا؟ لا، لا تحتوي على ميتوكندريا. وبالتالي البايروفيت الناتج وين راح يروح؟ هل راح يخش على الميتوكندريا؟ طب أنا ما في عندي ميتوكندريا. في الخلايا العادية البايروفيت كان يدخل على الميتوكندريا، بس هنا فيش ميتوكندريا، فالبايروفيت راح يتراكم، راح يتراكم، راح يتراكم، راح يتراكم. طب إيش الحال؟ إيش الحال؟ الحل تحويل البايروفيت إلى لاكتيت عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز، ثم اللاكتيت أكبه في الدم، ولما أكب اللاكتيت في الدم يروح على الليفر، في الليفر اللاكتيت راح يتحول الى بايروفيت. ها اللاكتيت راح يتحول الى بايروفيت عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز، عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز. اذا في خلايا دم الحمراء البايروفيت هو اللي راح يتحول للاكتيت، اما في الليفر اللاكتيت هو اللي راح يتحول الى ماذا؟ الى بايروفيت، تمام؟ او يا اخواننا الناد اتشز بيصير لها اوكسيديشن اوف ذا ناد اتشز وين؟ في الريسبيراتوري تشين. سواء قلت لي ريسبيراتوري تشين او سلسله نقل الالكترون او الكترون ترانسبورت تشين، يعني سلسله نقل الالكترون او ريسبيراتوري تشين هي نفسها سلسله نقل الالكترون، اوكي؟ ليش سموها ريسبيراتوري تشين؟ سموها ريسبيراتوري تشين لانها تحتاج الى اوكسجين، لأنها تحتاج إلى إيش؟ إلى أكسجين، إلى أكسجين. وسلسلة نقل الإلكترون موجودة في الميتوكندريا، تمام؟ الآن فمثلا لما واحد يكون عنده هايبوكسيا، إيش يعني هايبوكسيا؟ يعني الأكسجين قليل، الأكسجين قليل، وبالتالي البايروفيت البايروفيت لو دخل على الميتوكندريا طبعا بعد التفاعلات وكذا ومش عارف ايش، مش حيلاقي اكسجين، فسلسلة نقل الالكترون راح تتوقف عشان الانسولين ايش؟ قليل. وبالتالي انا بدي اضطر احول البايروفيت الى لاكتيت. اعيد، لما انا يكون عندي هايبوكسيا، متى يا اخوانا بيكون عندك هايبوكسيا؟ نقصان في الاكسجين. لما انت تعمل اكسرسايز، لما انت تجري، فلما انت تجري بيصير الاكسجين اللي داخل جسمك غير كافي لماذا؟ لإنتاج الـ ATP، لإنتاج الـ ATP. إذن بيصير الأكسجين غير كافي، يعني هايبوكسيا، وبالتالي سلسلة نقل الإلكترون ما بتعمل بكفاءة عالية، وبالتالي بتحول البايروفيت إلى لاكتيت. ليش؟ عشان سلسلة نقل الإلكترون ما بتعمل بكفاءة عالية، بتجمع الناد أتش. لما يتجمع الناد أتش، طب أنا وين أودي الناد أتش؟ بحول البايروفيت إلى لاكتيت، وبالتالي بحول الناد أتش إلى ناد بوزيتيف. الآن لما أنا يكون عندي لاكتيت 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 داخل العضلات، لاكتيت 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 داخل العضلات، بيصير طبعا اللاكتيت عبارة عن أسيد، ما هو اسمه لاكتيك أسيد، اللاكتيت عبارة عن أسيد حمض يعني، ف
لما يزيد الاسيد داخل العضلات البي اتش بصير لها دروب، البي اتش بتقل، البي اتش بتقل، ما هو الاسيد زاد اذا البي اتش بتقل، فبيصير انا يا اخواننا كرامس في العضلات، فعشان كده بتحس فتيك وضعف في العضلات ووجع وتعب، ووجع وايش وتعب لما انت تجري بسرعه. تمام، فمن عشان تجمع اللاكتيك اسيد. اللهم صل على نبينا محمد. الان اوكسيديشن اوف جليسرول ديهايد 3 فوسفيت الى 1.3 بس فوسفو جليسريت. الان ال 1.3 بس فوسفو جليسريت يحتوي على هاي انرجي ليفل سبستريت. يا اخواننا المحترمين بيستخدم الناد بوزيتيف، انا الناد بوزيتيف بحولها الى ناد اتشيز، يعني من الاكسده زي ما خدنا الناد اتشيز بدخل في الميتوكوندريا في الالكترون ترانسبورت تشين عشان يعطيني اي تي بي. الان ذا فيرست بوتنشال فور انرجي ان جلايكولايسيس ريكوايرد ميتوكوندريا اند اوكسجين. ايش قصده هنا؟ حكيت مش انا يا اخواننا نتج ناد اتش، اول ناد اتش نتجت صح من هذا التفاعل من الاكسيديشن، اول ناد اتش نتجت، فهذه الناد اتش بدها ميتوكوندريا وبدها اكسجين عشان تدخل سلسله نقل الالكترون وتعطيني ايش اي تي بي، فهذه اول ناد اتش نتجت. تمام، اذا عشان تعطيني 3 اي تي بي. الان ذا سايت طبعا هرجيت لما انا يكون عندي هايبوكسيا لما يكون الاكسجين قليل ف بحتاج اللاكتيت دي هيدروجينيز عشان يحول البايروفيت الى لاكتيت. تمام، اللاكتيت دي هيدروجينيز بيعمل ريب لينشز للناد بوزيتيف فور جلايكولايسيس تو كونتينيو. انا قلت لكم الناد بوزيتيف لو خلصت مش راح يصير كده التفاعل، مش راح التفاعل يصير كده. تمام، فانا بدي اعمل ريب لينش وتعويض للناد بوزيتيف عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز عشان تتم استمرار الجلايكولايسيس، التحلل الجلايكولي ما يقفش. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فعرفنا في الهايبوكسيا وفي الار بي سيز لما يكون الاكسجين قليل والار بي سيز لا تحتوي على ميتوكوندريا، متى بيصير عند هايبوكسيا؟ مثلا في الاكسرسايز والانجينا والانجينا. الان الهايبوكسيا والار بي سيز اللاكتيت اسف البايروفيت بتحول الى لاكتيت والناد اتشز بتتحول الى ناد بوزيتيف عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز. الناد بوزيتيف بتعمل اكسده للجليسرال ديهايد 3 فوسفيت وبتحوله الى 1.3 بس فوسفوجليسريت، والناد بوزيتيف بتختزل الى ناد اتش، تختزل الى ماذا؟ الى ناد اتشز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اما في الميتوكوندريا، في الميتوكوندريا الناد اتشز بتدخل في الالكترون ترانسبورت تشين عشان تعطيني اي تي بي، هذا في الميتوكوندريا وفي حاله وجود الاكسجين. تمام، هرجيتي الواحد 3 بس فوسفوجليسريت، الواحد 3 بس فوسفوجليسريت هذه يا اخواننا تحتوي هاي انرجي بوند، هاي انرجي بوند، فبدي اكسرها والفوسفيت احطها في الاي دي بي ويصير انا عندي اي تي بي، ويصير انا عندي بدل اي دي بي لا اي تي بي. تمام، اذا انا نتجت اي تي بي، هاي اول شيء. ثاني شيء بدل بس فوسفوجليسريت حيصير فوسفوجليسريت 3 بدل 1.3 بس حيصير بس 3 فوسفوجليسريت، يعني الفوسفيت هذه راحت بصير انا عندي مجموعه فوسفيت واحده في الكربونه الثالثه فصار اسمه 3 فوسفوجليسريت. الجليسريت عشان يا اخواننا هذه عباره عن كربوكسيليك اسيد. الان الانزيم اللي راح يسوي هذا العمليه عن اسمه فوسفوجليسريت كاينيز، مش هذا عباره عن فوسفيت مع جليسريت، فصار فوسفوجليسريت كاينيز يعني بضيف مجموعة فوسفيت، بس هنا يتم إضافة مجموعة فوسفيت في الاي دي بي، بضيف مجموعة فوسفيت للاي دي بي. اوكي تمام، الواحد 3 بس فوسفوجليسريت
رياكت بتفاعل مع الـ ADP عشان طبعا بإنزيم فوسفوجلسرات كينيز عشان يعطيني 3 فوسفوجلسرات و ATP. طيب أنا عندي 1-3 بس فوسفوجلسرات 2 يعني مركبين، فأكيد الناتج حيكون 2 من الـ ATP. تمام، طبعا أنا لكل جلوكوز، لكل إيش جلوكوز، هدول الاثنين ATP بيعوضوا لي الاثنين ATP اللي استخدمتهم أنا في الأول، مش أنا في الأول. اللهم صلي على نبينا محمد، مش هنا أنا استخدمت ATP، هاي 1 ATP، وهنا استخدمت كمان ATP، فاللي راح يعوضهم هذا التفاعل اللي تو إيش أخذناه. فهان بنتج 2 ATP لكل واحد جلوكوز، لكل واحد جلوكوز، وبالتالي بيعوضوا لي الـ ATP اللي أخذتها. يا إخواننا لما تنتج ATP دايركت، يعني ATP بشكل مباشر، لما ينتج عندي ATP بشكل مباشر بسمي هذا الإشي Substrate Level Phosphorylation. إيش بسميها؟ بسمي هذا الرياكشن Substrate Level Phosphorylation. إيش يعني Substrate Level Phosphorylation؟ يعني إنتاج ATP بشكل دايركت وليس بشكل من سلسلة نقل الإلكترون. إنتاج ATP دايركت وليس من سلسلة نقل الإلكترون بسميه Substrate level phosphorylation. substrate level phosphorylation هاي اول تفاعل اخذناه substrate level phosphorylation. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ال RBCs ما عندها ميتوكوندريا، عشان كده بتستخدم الان ايروبيك جلايكولايسيس. طبعا الجلايكولايسيس لا تحتاج الى اكسجين، وبالتالي ان ايروبيك. ان ايش ايروبيك؟ الان بتعتمد على السبستريت ليفل فوسفوريليشن اللي تو اخذناه as a sole source of ATP. هلقيت هي لا تحتوي على ميتوكوندريا ال RBCs، فلما انا يكون عندي ناد ات، لما ينتج ناد ات مش راح تستخدمه كطاقه، مش راح تستخدمه كطاقه. مين راح تستخدم؟ فقط ال ATP الذي ينتج بشكل مباشر دايركت، اللي هم السبستريت ليفل فوسفوريليشن. تمام، فالجلوكوز بتحول الى بايروفيت، والبايروفيت نهائيا بتحول الى لاكتيد في النهايه. تمام، الان مش احنا هذا الواحد 3 بس فوسفوجليسرات بيقدر الفوسفيت بدل ما يكون في مجموعه الكربون الاولى يكون في مجموعه الكربون الثانيه عن طريق الميوتيز. يا اخوانا الميوتيز زي الاسانسيل، بدل ما يخلي الفوسفيت في الدور الاول بيخليها في الدور الثاني. اذا الميوتيز زي ايش؟ الاسانسيل، هو انزيم. الميوتيز انزيم اسانسيل، بدل ما يخلي الفوسفيت في الكربونة الاولى راح يخليني اياه في الكربونة الثانيه. فبدل 1-3 بس فوسفوجليسرات حيصير 2-3 بس فوسفوجليسرات، يعني 2-3 BBG، 2-3 بس فوسفوجليسرات. الاثنين 3 بس فوسفوجليسرات من وين اجا؟ اجا من 1-3 بس فوسفوجليسرات، لكن الميوتيز بدل خلى مجموعه الفوسفيت بدل في الكربونه الاولى خلاها في الكربونه الثانيه. الاثنين 3 بس فوسفوجليسرات بيقلل الافينيتي للهيموجلوبين في حمل الاكسجين. يعني ايش؟ shift to the left to the right. shift to the right يعني تقليل الافينيتي، بخلي المنحنى shift to the right. shift to the right اذا decrease الهيموجلوبين افينيتي للاكسجين اللي هو 2-3 BBG، يعني shift to the right. تمام، اللهم صلي على نبينا محمد. الان انا يا اخواننا بس ثواني، نتج هنا 3 فوسفوجليسرات. الان اللهم صلي على نبينا محمد، الثلاثة فوسفوجليسرات هذه يا اخواننا المحترمين، هذه الفوسفيت، هذه الفوسفيت لو انت قصيتها مش راح تحصل على طاقة. هذه مجموعة الفوسفيت لو انت قصيتها مش راح تحصل على طاقة، فانت بدك تعمل تعديلات. اول تعديل، بدل ما تخليها في الكربون رقم 2 خلي لي اياها في الكربون رقم 3. خلي لي اياها وين؟ في الكربون
آسف، بدل ما الفوسفيت في الكربون رقم 3، يعني 3 فوسفوغليسرات، يعني مجموعة الفوسفيت في الكربون رقم 3، خلي لي إياها في الكربون رقم 2 عن طريق الأسانسيل الميوتيز. فالميوتيز حيخليها بدل ما هي في الطابق الثالث، لا في الطابق الثاني. تمام، بدل ما 3 فوسفوغليسرات بدي إياها 2 فوسفوغليسرات، يعني الفوسفيت في الطابق الثاني في الكربون الثاني. تمام، هلقيت هذه الفوسفوغليسرات، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بدي اسوي لها بعض التعديلات. بدي اسوي لها ماذا؟ بعض التعديلات. شو هي التعديلات؟ بدي احولها من فوسفوغليسرات الى فوسفو اينول بايروفيت، الى فوسفو اينول بايروفيت عن طريق الاينوليز. فالاينوليز راح يحول الاثنين فوسفوغليسرات الى فوسفو اينول بايروفيت البيب. يا اخوانا لما تلاقي رمز البيب يعني فوسفو اينول بايروفيت، اللي راح يحول الاثنين فوسفوغليسرات الى فوسفو اينول بايروفيت الاينوليز. من اسمه اينول يعني اينوليز. الان هالحين الفوسفو اينول بايروفيت، هل جيت بقدر اقص هذه مجموعه الفوسفيت؟ بقدر اقص مجموعه الفوسفيت والاي دي بي، بجيب لها مجموعه الفوسفيت وبتتحول الى اي تي بي. طب انا بدي اضيف مجموعه فوسفيت للاي دي بي، اذا بدي كاينيز. بدي ايش؟ كاينيز اللي يضيف لي مجموعه فوسفيت للاي دي بي ويعطيني اي تي بي. طيب اسم الانزيم بايروفيت كاينيز. ما هو البايروفيت الكاينيز؟ بايروفيت كاينيز راح يقص مجموعة الفوسفيت ويحطها في الاي دي بي عشان تعطيني اي تي بي، والفوسفوئين والبايروفيت راح يتحول الى بايروفيت، راح يتحول الى ايش؟ بايروفيت. الاي تي بي الناتج بسميه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. طبعا انا يا اخواننا اكيد حيكون عندي 2 فوسفوئين والبايروفيت، وبالتالي حيكون عندي 2 اي تي بي. فانا في الاول نتج 2 اي تي بي، وهي كمان نتج 2 اي تي بي. الاثنين اي تي بي هدول اخذتهم عشان تعويض الاثنين اي تي بي الذي استخدمتهم في الاول، والاثنين اي تي بي هدول هم الناتج الكلي تبع الطاقه. اذا الناتج الكلي تبع الطاقه 2 اي تي بي. تمام، الناتج الكلي تبع الطاقه. الان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، شايفين هذا البيروفيت كاينيز الريفيرسابل، شايفين البايروفيت كاينيز هذا الريفيرسابل. وعشانه الريفيرسابل هو انزيم مهم جدا وجدا جدا، وبتحكم في عملية الجلايكولايسيس، وبتحكم في عملية الجلايكولايسيس. يعني لو انا بدي ازود الجلايكولايسيس بدي ازود هذا الانزيم، لما بدي اقلل الجلايكولايسيس بدي اقلل هذا الانزيم. تمام، اذا الثلاثة فوسفوغليسرات عن طريق الميوتيز عن طريق الفوسفوغليسرات اميوتيز بتتحول الى 2 فوسفوغليسرات. الاثنين فوسفوغليسرات بده يصير له دي هايدريتد، يعني نزع ميه، دي هايدريتد يعني نزع ميه باستخدام الاينوليز. فحيتحول الاثنين فوسفوغليسرات الى فوسفو اينول بايروفيت او البيب، فوسفو اينول بايروفيت عن طريق الاينوليز. الفوسفو اينول بايروفيت تحتوي على هاي انرجي اينول فوسفيت، هذه هاي انرجي اينول فوسفيت، هاي انرجي اينول فوسفيت. الان الفوسفو اينول بايروفيت بتتفاعل مع الاي دي بي وبتتحول الى بايروفيت واي تي بي عن طريق بايروفيت كاينيز، وهذا البايروفيت كاينيز اخر انزيم في الجلايكولايسيس، وهو ريجولاتوري انزيم، يعني انزيم بيعمل ريجوليشن وتنظيم للجلايكولايسيس. تمام، الان بقول لي التسكن سبستريت ليفل فوسفوريليشن عشان كان انتاج دايركت اي تي بي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فاذا الكنترول ستيب في الجلايكولايسيس او الريجولاتوري ستيب او الريجولاتوري انزيم في الجلايكولايسيس اللي هو الهكسوكاينيز اللي كان يحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، اللي هو فوسفو افراكتوكاينيز 1 اللي كان يحول فوسفو اللي كان يحول الفراكتوز 6 فوسفيت الى افراكتوز 1 6 بيس فوسفيت. البايروفيت
كينيز اللي كان يحول فوسفوينول بايروفيت الى بايروفيت الى بايروفيت. الان البايروفيت الناتج ايش مصيره؟ البايروفيت الناتج ايش مصيره؟ اذا بسميه الفيت اوف بايروفيت، مصير البايروفيت. البايروفيت في الريد بلاد سيل والهايبوكسيا بتحول الى لاكتيت عن طريق لاكتيت دي هيدروجينيز، والناد اتشز بتتحول الى ناد بوزيتيف. ف الناد اتشز بتتاكسد الى ناد بوزيتيف، والاتش تبعتها رح تيجي على البايروفيت، رح تيجي وين؟ على البايروفيت، وتحوله من بايروفيت الى لاكتيت. فالبايروفيت رح يصير له ريدكشن الى لاكتيت، اختزال الى لاكتيت، تمام؟ رح يصير له ايش؟ اختزال الى لاكتيت. فلاكتيت، فالناتج لاكتيت زائد ناد بوزيتيف، لاكتيت زائد ناد بوزيتيف، هنا بايروفيت زائد ناد اتش المتفاعلات، تمام؟ تمام، عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز. الان اول من الفيد، من الفيد تبعت البايروفيت بتحول الى لاكتيت وين؟ في الهايبوكسيا والتيشوز التي لا تحتوي على ميتوكوندريا زي الريد بلاد سيل. قلنا ليش الهايبوكسيا؟ عشان الهايبوكسيا الناد اتش، الناد اتش راح تدخل في سلسلة نقل الالكترون وبدها اكسجين، ففي الهايبوكسيا الاكسجين قليل، فالناد اتشز مش راح تروح على سلسلة نقل الالكترون، وبالتالي راح يتحول البايروفيت، راح يضطر يتحول البايروفيت الى لاكتيت. هاي اول شيء. اذا conversion to the lactate to formation lactate is the major fat في البايروفيت in the red blood cell، مش بس برضو في الريد بلاد سيل، ايضا في اللينس والكورنيا تبعت العين والكدني مضلة والتستس واللوكوسايت واللوكوسايت. كيف يا اخوانا بدنا نحفظهن؟ احفظ لي كلمة كام، كلمة كام تل صار، كام تل صار، صار يعني انبسط، أصر يعني صار، كم تل صار، تل يعني تل. الآن كم، كم يعني كدني ميضلة، إذن كم يعني كدني ميضلة، تل يعني تستس ولوكوسايد، تل يعني تستس ولوكوسايد، كم تل صار، صار آر يعني ريد بلاد سيل والكورنيا، والتال برضو بتيجي مع اللينز. اذا كم تال صار، الكم كدني مضلة، التال تستس ولوكوسايت ولين، ما هي تال يعني التاء ولام، لوكوسايت ولين وتستس وكورنيا، واحفظوا ايش الخلص، كم تال واحفظوا كورنيا، كم تال وكورنيا، تمام. الان في الاكسرسايز ماسل الناد اتشز برودكت اكسيسز في الاوكسيداتيف كاباسيتي اوف ذا ريسبيراتوري تشين. يعني ايش قصده هنا؟ قصده انه يتم انتاج ناد اتش تفوق طاقه، تفوق طاقه الريسبيراتوري تشين، تفوق قدره والكاباسيتي تبعت الريسبيراتوري تشين، وبالتالي البايروفيت راح يتحول الى لاكتيت، راح يتحول الى لاكتيت. فاللاكتيت بتكون وبيصير له اكيوميليشن داخل العضله، دروب في البي اتش كريمز، اللاكتيت راح يروح للبلاد ومن البلاد على الليفر، ومن الليفر اللاكتيت راح يتحول الى بايروفيت، والبايروفيت راح يرجع يعطيني جلوكوز، والبايروفيت بيرجع بيعطيني ايش؟ جلوكوز. البايروفيت كان بي ريديوست اندوسايتوسول باي ناد اتشز. يعني يا اخواننا هرقيتي شايفين الناد اتش مش تحتوي على اتش، الاتش حتيجي هان والاتش هذه حتيجي هان، فلما يجي اتش على البايروفيت فالبايروفيت راح يصير له ريدكشن، فصار له ريدكشن بواسطه الناد اتشز، وراح يعطيني ناد بوزيتيف، راح يعطيني ايش؟ الناد اتشز راح يتحول الى ناد بوزيتيف، الناد بوزيتيف اللي انا كنت استخدمها قبل، تمام. انا عندي يا اخواننا اللاكتيت دي هيدروجينيز الريفيرسابل، اسف ريفيرسابل، ريفيرسابل. اللاكتيت دي هيدروجينيز كونسيست اوف فور سب يونت، له اربعه من السب يونت. في انا عندي الام تبعت المصل والاتش تبعت الهارت، له اربعه من السب يونت لكن خمسه ايزو انزيم. مثلا ام ام
ام ام هذا اول ايزو انزيم تبع اللاكتيت دي هيدروجينيز، ايضا يحتوي على ايش؟ اكم من صبيونت، 1 2 3 4 4 صبيونت مثلا. هذا اتش 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 4 صبيونت، وايضا ايزوزايم، وهذا ايزوزايم، وهذا ايزوزايم. فيا اخواننا مثلا في الليفر، مثلا انا بقول مثلا يحتوي على هذا وهذا وهذا من الايزوزايم بشكل كبير، بشكل ماذا؟ كبير. في الهارت بتلاقي الايزوزايم تبع هذا بشكل كبير، في العضلات الايزوزايم تبع هذا بشكل كبير، وهكذا. وايش وهكذا. فالديفرنت تيشوز، التيشوز المختلفة تحتوي على خليط من ديفرنت ايزوزايم، خليط من ديفرنت ايش؟ ايزوزايم. الان ايضا البايروفيت ممكن يدخل الميتوكوندريا ويتحول الى اسيتيل كو اي، ويتحول الى ايش؟ اسيتيل كو اي. بداية لما البايروفيت، لما البايروفيت يفقد سي او 2 ويرتبط مع الكو اي بصير اسمه اسيتيل كو اي. اذا البيروفيت، البيروفيت عشان يصير اسمه اسيتيل كو اي بده حاجتين، اول اشي يفقد سي او 2، ثاني اشي يرتبط بحاجه بسميها كو اي. ايش هي الكو اي؟ بس استنوا ثواني حناخدها، تمام باذن الله. اذا البيروفيت بيفقد سي او 2 وبيرتبط بكو اي وبتحول الى اسيتيل كو اي، اذا عن طريق انزيم بسموه بايروفيت دي هيدروجينيز. اذا البايروفيت بدخل الميتوكوندريا وبتحول الى بايروفيت دي هيدرو، بتحول بواسطه البايروفيت دي هيدروجينيز الى اسيتيل كو اي، الى اسيتيل كو اي. اذا مين هو الانزيم اللي بيحول البايروفيت الى اسيتيل كو اي؟ اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز. الاسيتيل كو اي لها استخدامتين، طبعا إلها عدة الاستخدامات، بس في إلها استخدام. أول إشي ممكن تصنع فات أسيد، ممكن تصنع إيش؟ الفات أسيد. تاني استخدام الأسيتيل كو اي إذا دخلت في الكريبس سايكل واتكسرت بتعطيني طاقة، بتعطيني إيش؟ طاقة. إذا الأسيتيل كو اي إلها استخدام as a fuel، يعني ممكن تعطيني طاقة، وممكن تستخدم لصناعة الفاتي أسيد، تستخدم لصناعة فاتي أسيد بطرق معينة. أما إذا بدي أحصل منها على طاقة لازم تدخل في كريبس سايكل، لازم تدخل في كريبس سايكل، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. إيش هو يا أخواننا الكو إي أو الكو إنزيم إي؟ الكو إي بتكون من ثلاث أشياء، هاي شغلة وهاي شغلتين وهاي هذه الثالثة. الآن نيجي من هان، هذه يا أخواننا عبارة عن مجموعتين فصفيت، وهذا عبارة عن الأدينين مرتبط بالشجر. فإيش بيصير اسمه؟ أدينوزين داي فصفيت، أدينوزين داي فصفيت. مجموعتي الفصفيت هانا وهانا، يعني أنا مجموعتين الفصفيت واحدة في خمسة وواحدة في ثلاثة، إذن سميته هذا كله. هذا سيبولي هذه مجموعة الفصفيت، هذه سيبولي إياها. هاد كله ايش اسمه؟ ادينوزين، عشان ادينين مع شجر، ادينوزين داي فصفيت، تمام. الفصفيت موجود في الكربونة الخامسة وموجود في الكربونة الثالثة. طيب تاني اشي يا اخواننا، في فيتامين دي خمسة، فيتامين دي خمسة، دي خمسة بسموه بانثوثينيت او بانثوثينيك اسيد. البانثوثينيك اسيد هو نفسه فيتامين بي دي، فيتامين دي خمسة. فهذا هو الفيتامين دي خمسة، هذا هو الفيتامين دي خمسة، البانثوثينيك اسيد. الان ايضا بضل هذا، بضل ايش؟ هذا، هادي ميركابتو. ايش اسمه؟ ميركابتو إيثيل أمين. قلت مركابته عشان الأس أتش، هذه عشان وجود الأس أتش فخليت اسمها مركابته، تمام. إيثيل هذه مجموعة إيثيل، إيثيل جروب، سي أتش تو إيثيل جروب، وهذه مجموعة أمين فصار مركابته إيثيل أمين. حلقيت هذا بسموه كو أتش، كو
co-H. H يحتوي على SH، يحتوي على إيش؟ SH. تمام؟ تمام. الآن هاي الكو-H، هاي الـSH. الآن لما أنا يكون عندي يا أخواننا SH وأسيل جروب، أسيل جروب إيش يعني أسيل جروب؟ يعني R C دبل بوند O O H. هذه الـ R بتكون CH3 فبسميها أسيل جروب. المهم في عندي كاربوكسيليك أسيد، شايفين هذه الكاربوكسيليك أسيد؟ تمام. يعني هنا لازم يكون فاني عندي أنا H، يعني O H. ما علينا، شايفين الـ SH هذه يا أخواننا؟ الـ SH الـ H والـ O والـ O H، مش هذا كان عندي H، فهنا صار عندي O H وهنا H، حيعطوني مية. ما هو O H زائد H الناتج H2O، حيعطوني مية. تمام. وشايفين الـ S هذه بتيجي ترتبط بدل الأكسجين، يعني لما تقص الأكسجين بتيجي ترتبط الـ S بدالها فيعطيني هذا المركب. شايفين هذه هي الأسيل جروب، وهي الـ S أجت ارتبطت بدل الأكسجين، وهي الكو A، وهي إيش؟ الكو A. فهذه الجروب بسموها ثايو إيستر بوند. ثايو إيستر بوند، ثايو إيستر بوند عبارة عن هاي إنرجي بوند. الثايو إيستر بوند عبارة عن هاي إنرجي بوند. فعرفنا كيف الكو H برتبط في الأسيتيل كو A، أكم من مجموعة كربون في الأسيل جروب؟ هاي واحدة، هاي تنتين. ممكن تقول لي أسيل جروب أو أسيتيل جروب، ممكن نقول لي أسيل جروب أو أسيتيل. أكمل مجموعة كربونة، هاي واحدة هاي تنتين. فلازم البايروفيت يفقد ما هو البايروفيت يحتوي على ثلاث ذرات كربون، فلازم يفقد ذرة يفقد ذرة، بيصير يحتوي على يحتوي على ذرتين كربون. شايفين يحتوي على ذرتين كربون، أسيل جروب أو أسيتيل جروب. فلما البايروفيت يفقد كربون على شكل CO2 ثاني أكسيد الكربون، بدل ما هو بايروفيت بيصير اسمه أسيتيت، بيصير اسمه إيش؟ أسيتيت. الآن الأسيتيت بتفاعل مع الكو اتش، بتفاعل مع الكو اتش، مع الكو اتش. تمام. وبيعطيني أسيتيل كو اي. إذن بتفاعل مع الكو اتش، إذن الأسيتيت بتفاعل او الاسيتيل جروب اللي بدك اياه بتفاعل مع الكو اتش وبيعطيني اسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي يحتوي على ثايو ايستر بوند، هاي انرجي بوند، بتقدر تتكسر. اذا الاسيتيل كو اي يحتوي على ثايو ايستر بوند. الكو انزيم اي، الكو انزيم اي، الكو انزيم اي يحتوي على الفيتامين، فيتامين بي 5 اللي هو البانتوثينيك أسيد أو البانتوثينيت. البانتوثينيت، ما هو يا أخوانا قلت لي إيت هادي أو إنيك أسيد نفس الإشي، البانتوثينيك أو البانتوثينيك أسيد. تمام. وهو قالب أو هو لوب وقلب الكو إنزيم إي. تمام تمام. نهاية الكو أتش يحتوي على سلف هايدر جروب، شايفين نهاية الكو أتش يحتوي على SH. SH يعني صلف هايدرال جروب، صلف هايدر جروب. هذه الصلف هايدر جروب هي اللي بتقدر تتفاعل مع الأسيتيل كو اي، هي اللي بتقدر تتفاعل مع الأسيتيل كو اي وبيعطوني، اسف، هي اللي بتقدر تتفاعل مع الأسيتيل جروب وبيعطوني أسيتيل كو اي. اذا الصلف هايدر جروب هي بتقدر تتفاعل مع الأسيتيل جروب او الاسيل جروب وبتعطيني اسيتيل كو اي، وبتعطيني ايش؟ اسيتيل كو اي. تمام. بتعطيني اسيتيل كو اي. قلت لي اسيل جروب او اسيتيل يونت، يعني اسيل جروب او اسيتيل جروب بالنهايه حيعطيني اسيتيل كو اي. فهمنا كيف يتم انتاج الاسيتيل كو اي؟ اول اشي البايروفيت بيفقد CO2 فبتحول من بايروفيت الى اسيتيل او اسيتيل جروب او اسيت، بتحول من بايروفيت الى اسيتيت. خلصنا من بايروفيت الى اسيتيت. هذا الاسيتيت بتفاعل مع الكو اتش وبيعطيني اسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي
يحتوي على سلف هايدر اسف يحتوي على ثايو ايستر بوند. هذه البوند ثايو ايستر بوند بتقدر تنكسر بسهوله. هاي انرجي بوند كان بروكن ايزي وبيعطوني طاقه ثايو ايستر بوند. تمام. ايضا البايروفيت لو انت ضفت له سي او 2، قبل كنا نقول لو نزعت سي او 2، هنا لو انت ضفت سي او 2 فحيتحول من ثلاث مجموعات او ثلاث ذرات كربون الى اربع ذرات كربون الى اوكسالو اسيتيت. الان الاوكسالو اسيتيت يتكون من اربع ذرات كربون، فالبايروفيت لما تعمل له كاربوكسيليز، ايش يعني كاربوكسيليز؟ يعني تضيف كاربوكسيل جروب، يعني سي دبل بوند او او، يعني سي او 2، هذه كاربوكسيل جروب. ما هو يا اخواننا سي دبل بوند او او يعني سي او 2 يعني كاربوكسيل جروب. فانت لما تضيف للبايروفيت كاربوكسيل جروب حيتحول الى اوكسالو اسيتيت عن طريق بايروفيت كاربوكسيليز. الان لما انت تشوف اي انزيم كاربوكسيليز، طبعا بس قبل بدك تميز بين بايروفيت دي هيدروجينيز وبايروفيت كاربوكسيليز ولاكتيت دي هيدروجينيز، بدك تميز. تمام. الان البايروفيت كاربوكسيليز، لما انت تشوف يا اخواننا كاربوكسيليز يعني بدك A B C، بدك A B C. A A يعني ATP يعني يحتاج إلى طاقة. B يعني البيوتين، البيوتين. أما C يعني CO2، C يعني CO2. هذا لمين؟ أول ما تشوف كاربوكسيليز، أول ما تشوف بيروفيت كاربوكسيليز بدك A B C، ATP CO2 and بيوتين. البيوتين ليش؟ as a coenzyme. والبيوتين بيكون بروستاتيك جروب. ايش يعني بروستاتيك جروب؟ يعني بيكون في الانزيم ولا يغادر الانزيم. الان السي او 2 عشان انت تضيف الكربوكسيل جروب، والاي تي بي لانه يحتاج الى ايش؟ الى طاقه. طب انا ليش، انا ليش بدي اكون اوكسالو اسيتيت؟ عشان يا اخواننا لما انت الاسيتيل كو اي يدخل في الكريبس سايكل، مش الاسيتيل كو اي بيرتبط ب يعني مرافق الانزيم الف، مش بيرتبط في مرافق، انا ناسي اسمه بالعربي. المهم الاسيتيل كو اي مش بيرتبط فيه الاوكسالو اسيتيت وبتحول الى سيتريت، فانا الاوكسالو اسيتيت استهلكته، فانا عشان يا اخواننا اعمل ريبلينش للاوكسالو اسيتيت، تمام، بدي اصنعه. تمام. وايضا هذا التفاعل مهم جدا جدا جدا، وين؟ في الجلوكو انيوجينيسز، اي في تصنيع الجلوكوز، في الجلوكو انيوجينيسز. تمام تمام. الان لكن هذا الانزيم عشان يتحفز، عشان يصير له تحفيز، لازم يكون انا عندي الاسيتيل كو اي كتير، لازم يكون عندي اسيتيل كو اي كتير. فالاسيتيل كو اي ايش بيعمل لي؟ اوبليجاتوري اكتيفيتور، اوبليجيت اكتيفيتور. تمام. اذا لازم يكون الاسيتيل كو اي. اذا يا اخوان انا في عندي ثلاث انزيمات مهمه، لاكتيت دي هيدروجينيز، بايروفيت دي هيدروجينيز، بايروفيت كاربوكسيليز. البايروفيت بواسطه الكاربوكسيليز حيتحول الى اوكسالو اسيتيت، يعني اضافه كاربوكسيل جروب. البايروفيت بواسطة البايروفيت دي هيدروجينيز حيتحول إلى أسيتيل كو اي. البايروفيت بواسطة اللاكتيت دي هيدروجينيز حيتحول إلى لاكتيت. تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أيضا البايروفيت بيقدر يتحول، البايروفيت بيقدر يتحول إلى ألانين، يعني إلى أمينو أسيد R. البايروفيت بيقدر يتحول إلى ألانين عن طريق انزيم اسمه ألانين أمينو ترانسفيريز أو الـ ALT، ألانين أمينو ترانسفيريز، مهم هذا الانزيم. البايروفيت بسموه، خلص خلص ما علينا ما علينا. المهم البايروفيت بتحول إلى ألانين عن طريق ألانين أمينو ترانسفيريز، لكن الألانين أمينو ترانسفيريز بده يا أخواننا كو انزيم اللي هو فيتامين بي 6. الفيتامين بي 6 بنسميه البايريدوكسال فوسفيت. البايريدوكسال فوسفيت او يعني سواء قلت لي فيتامين بي 6
او سواء قلت لي البايرودوكسال فوسفيت نفس الاشي، زي ما قلت لك الفيتامين بي 5 هنا او البانتوثينيك اسيد، سواء قلت لي البانتوثينيك اسيد او الفيتامين بي 5 نفس الاشي، غاد سواء قلت لي البايرودوكسال فوسفيت او الفيتامين بي 6 نفس الاشي، نفس ايش الاشي هنا الفيتامين بي 5 غاد الفيتامين بي 6. الفيتامين بي 6 بيكون في الألانين أمينو ترانسفيريز، تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فيا أخواننا الطاقة الناتجة من الأنيروبيك، يعني أنا في عندي أكسجين وفي أنا عندي ميتوكوندريا، راح يا أخواننا ينتج لي كل واحد. يا أخوان أعيد، الخلايا اللي عندها أكسجين وعندها ميتوكوندريا، التحلل الجلايكولي إيش راح ينتج؟ راح ينتج من كل واحد جلوكوز 2 بايروفيت، افهمنا 2 بايروفيت. الآن راح يعطوني أنا بستخدم 2 ATP في الأول، بستخدم 2 ATP وبأنتج 4 ATP، فالناتج الكلي 2 ATP تمام. وايضا بنتج 2 ناد اتشز، كل واحد ناد اتش بيعطيني 3 اي تي بي، فالناتج الكلي 6 اي تي بي. هذا متى؟ لما انا يكون التحلل الجلايكولي ان يوروبيك، يعني وجود اكسجين وانا عندي الخلايا عندها ميتوكوندريا. لكن لما يكون التحلل الجلايكولي ان ايروبيك، يعني بدون وجود الاكسجين أو الخلايا ما عندها ميتوكوندريا، فأنا ما بقدر أستفيد من الناد أتشز، فبس بحصل على 2 ATP، يعني 2 ATP بستخدمها و4 ATP بنتجها، فالناتج الكلي 2 ATP. أما الناد أتشز ما بقدر أستخدمها. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.